قضيه على سمير صبري بان هو قال عليا ان انا نصبت على ناس فلوسهم بس، ف رفعت عليه قضيه ومستنيين بقى قدمنا الفرع. انا هو قدم بفرع، هو اللي المفروض يقدم. ايه اللي انا نصبت بيه على الناس؟ انت رافعه بفرع قضيه نصب وسب وقصف ضده؟ لا، ملف كاذب، بيقول اخبار كاذبه في الاخبار.